بعد شوية. شوف الجيش. ها؟ انا كلينا. شوفه ايه لا تكفى. هنا الحصان خلاص ها يعني شكليا هو اخطر الخيل وحقيقة ما في حصان تقفيه الحيوان تطلع. انت رايح يمين عشان وشو؟ هذا الفقيش قدام تحت تبي تبي هذيك يعني؟ اوقع خذها يمين. طيب روح يمين من هنا. روح يمين من هنا. خلاص روح خلاص انت ايه فيستعمل خفته هذه وخطورته لكن صالح يثبت صحيح اذا ضبط صحيح وضعه كثير بسبب استعمال القوه بس يعني هنا استعمل الخفه شكليا تحس انه يعني مرة ما تسوي ربع الحركات اللي يسويها مع الخيل الاخرى صحيح لا شكليا ولا جسميا اخطر منها شكليا تحس انها هي اخطر جسميا تحس انها هي اخطر صورت الحين هناك كان في كيس الغاز الاسود كان كيس الغاز يلا تبي الاخضر ولا الاسود؟ لا انا اقصد الكيس خلا اي بجيبها لك باللونه جاهزه الان حطوني 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 اهذب بروتين ها؟ ما تنفق هذه قوية جفن وصل هناك لا وراغ بعد ليه ترد يوم مسك بيدين ليه تراد ما تكون راد لا ودي تصور وانت تهذب بالروتين ابي كيس وانت تهذب اي هذا اعطيك ذي في مقطع قد صورته بمحجل والوتير بعد باقي هذا اجيب لك الكيس الازرق ولا هذا الاخضر